لو في نزاع لا قدر الله ما بين عيلتين بشكل يعني في بقى مشاكل شكل في طار مثلا، بيبقى في قاعدة كده بيقولوا عليها انها قاعدة عرب، لكن هل يا ترى قاعدة العرب دي ليها علاقة بمجلس الحكماء اللي هنتكلم عليه النهاردة، ولا دي حاجة ودي حاجة تانية خالص؟ في كتير جدا من بعض الهيئات والمؤسسات وتحديدا مؤسسات الدولة بتعترف بمجلس الحكماء وبتستعين بيه كمان لحل النزاعات الموجودة بين العائلات. إذن هنا لازم نثمن جدا دور مجلس الحكماء ونقعد نتكلم ونشوف المجلس ده دوره ايه وازاي فعلا ممكن يقدر يحل النزاع ما بين العائلات، وتحديدا كمان لو هذا المجلس كان من ناس يعني ليهم كلمة وليهم شعبية وليهم رأي كمان. خلينا نشوف عن قرب ونتعرف أكتر حكماء مع الأستاذة ولاء مكاوي عضو مجلس حكماء محافظة الجيزة. أهلا بيكي منورانا. أهلا بيكي، أنت منورة دايما أمرتي الشاشة وأستاذ أحمد محمد توك. اهلا بيكي، شرفت بيكم النهارده وكل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيبه، عضو مجلس حكماء محافظه الجيزه. يعني خلينا نقول كده من اللي انا فهمته من المقدمه او من السكريبت تقريبا، ان مجلس الحكماء ده عامل زي قعده الكبير كده في الريف المصري. هل ده صحيح ولا مش صحيح؟ وخصوصا ان انا شايف عضوه، يعني دايما الكبير ده بتبقى قعده رجاله. انا طبعا بحترم المراه جدا يا جماعه وبثمن دورها بتاعها. واليوم كله المراه وانا لو يعني نص كلمه ممكن اطلع بره الاستوديو. لكن خليني اقول ان المراه فعلا اثبتت بجداره انها جديره بالثقه وجديره بالاعتماد عليها، وان احنا نكون واثقين قوي ان احنا في ظهرنا حد فاهم، حد قادر، حد فاعل. وبالتالي خليني اسال النهارده استاذه ولاء، يعني ايه مجلس حكماء وكيف يكون للمراه دور في ذلك المجلس؟ والله هو عندما يعني بلغت بمجلس الحكماء فبعت سالت ايه هو مجلس الحكماء زي ما انتم بتتسالوا الان، فعرفت ان هو مجلس بيختص بالحوار والتشاور الاجتماعي بالنسبه للعمال وصاحب العمل نفسه عشان يدعم الحوار الاجتماعي اللي احنا افتقدناه كثيرا في مجتمعنا الان. يعني احنا افتقدناه بشكل رهيب سواء في البيت في الشارع في العمل في كل مكان، فهو بيدعم الحوار الاجتماعي ما بين العمال وما بين صاحب العمل نفسه. هو مختص بالجزئيه دي فقط، لكن مش حل وحل قضاياهم وحل القضايا العمال تحديدا، مش حاجه تانية. العمال تحديدا مش حاجه يعني لو في مشكله مثلا ما بين عيله وعيله، ما بين طائفه وطائفه. لا 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 لا, لا ده التحكيم العربي بقى بين العربان او الاغياب، هو ده الفرق اللي احنا عايزين نوضحه. بالظبط بالظبط. لا ده تحكيم في للعامل مع صاحب العمل في المحافظه نفسها. انت اول سيده يتم اختيارك في هذا المنصب، كلمينا عن دورك وازاي فعلا بتفكري انك تكوني همزه الوصل ما بين صاحب العمل وما بين العمال. والله انا فوجئت بالاتصال تليفوني من نائب الاب الفاضل الكريم استاذ جلال عقبي وابلاغي بدخولي كعضوه في مجلس حكماء محافظه الجيزه، وبعدها دعوه رسميه من محافظ الجيزه السيد لواء كمال الدالي، كل الشكر ليه ان هو تبنى الموضوع دوت رغم ان هو القرار بتاعه صادر بقاله 3 سنين ولم يفعل لم ينفذ غير في عصر سيادة الوزير كمال بالدالي، ليه كل الشكر والاحترام. وكان لسه أول تدشين أول اجتماع يوم 24/3، كنت أول السيدة الوحيدة في الاجتماع. الأعضاء بيكونوا عبارة عن تنفيذيين ورجال أعمال ومن يختص بالعمال، اتحاد العام للعمال والنقابات. والنائب الوحيد اللي تم اختياره على مستوى المحافظه هو النائب جمال بيه عقبي وشيخ مشايخ العرب والتحكيم الحاج محمد بطران. كويس، يعني اذا برضو الموضوع فيه من روح التحكيم وفيه من روح أكيد العربان أكيد. يعني حتى أكيد. برضو المجلس ده فيه من نفس الروح. لكن خليني اسال حضرتك النهارده، لما حضرتك بتقولي انك يعني المجلس ده متخصص في مشكلات العمال، والعمال معروف ان ليهم قوانين عمل بتحكم العلاقه بينهم وبين يعني صاحب العمل، والقوانين ديت هنقول ان هي شبه مفعله لكن مش مفعله بشكل كامل. يعني بنشوف النهارده العامل ما بياخدش اجازاته في مواعيدها، الاجازات الرسميه يعني بتاعه مولد النبي مثلا والحاجات دي بنلاقي في القطاع الخاص تحديدا طبعا بنلاقي ان العمال بيشتغلوا عادي. ما زال عندنا مشاكل وجود الاطفال والعماله صغيره السن في سوق العمل. فالنهارده لما نتكلم عن
دور بعض الجهات الرقابية والتنظيمية اللي بتنظم يعني بطبيعة الحال العلاقة بين العامل وصاحب العمل. ايه الفرق بقى النهاردة بين مجلس الحكماء وكل هذه الهيئات اللي بتنظم العلاقة بين العامل وبين صاحب العمل؟ انا يخيل لي ان الموضوع مجلس الحكماء هو جه منصب على كل حضرتك قلته ده كله، بحيث ان هو يحتغم دور العامل ويعطيه كيانه وفي نفس الوقت يحافظ على محل عمل نفسه وصاحب المنشأة نفسها. من خلال ايه؟ من خلال الكبير بتاعنا سيادة المحافظ، لان هو بيكون مجلس الحكماء على 3 أهرامات أساسية في المحافظة: التنفيذي كوكيل وزارة القوى العاملة نفسه. أيوة. لان هو نائب رئيس مجلس الحكماء. أنا عايز أفهم الفرق بينكم وبين القوى العاملة. لا، ده هو الموضوع كله منصب في وزارة القوى العاملة. لأن المؤسس الأساسي أو الجندي المجهول في الموضوع ده هو القوى العاملة، لأن هو المؤسس والمنظم لمجلس الحكماء. برضو ما ننساش دور سيادة وكيل وزارة الجيزة دكتور محيي، هو أساس مجلس الحكماء، هو نائب المحافظ في اتخاذ أي قرارات والتوصيات اللي بتطلع في الاجتماعات. جميل. اللهم صل على النبي. فهم هو بيقوم على 3 أهرامات أساسية: التنفيذي اللي هو الهيئات التنفيذية، سواء مديرية القوى العاملة أو التضامن الاجتماعي معانا والزراعة والإسكان. الهرم الثاني رجال الأعمال، لأن كان معنا أكتر من رجل أعمال لهم باع كبير قوي كانوا حاضرين معنا الاجتماع. الثالث وهم المختصين بالعمالة نفسها، الاتحاد العام لنقابة العمال عن محافظة الجيزة. وحتى لما عملنا دراسة كده سريعة لقينا أكثر العمال سيدات، يمكن 3 أرباع عمال في محافظة الجيزة. هو يوم المرأة النهارده في كل حاجة. أنا فوجئت والله العظيم، يعني فوجئت، يعني أكثرهم سيدات، فكان مفاجأة ليا. النهارده اتكلمتي معانا على وجود كتير من الأعضاء داخل مجلس الحكماء. كلمينا عن شروط الالتحاق، هل في فعلا شروط لازم تكون متوفرة في الأعضاء للالتحاق بمجلس الحكماء؟ ولو في شروط هي عبارة عن إيه؟ أكيد، لأن أهم شرط فيهم أن هم يكون ليهم باع في العمل الخدمي أو الميداني، وفي نفس الوقت ليهم علاقات عامة سواء بالمستثمرين أو رجال الأعمال، يعني من تحت مع العمال وفي نفس الوقت مع رجال الأعمال، عشان يقدروا يكونوا نقطة الاتصال ما بين الاثنين، يعرفوا مشاكل ده ويبدأوا يحلوا مع فوق، مع صاحب العمل نفسه. فكانت شروط جامدة، وأنا فخورة أن هم يعني يا رب أكون قد الثقة اللي هم اختاروني عليها. إن شاء الله يا رب، وإحنا كلنا ثقة في حضرتك إن شاء الله وفي المجلس. لكن خلينا نسأل حضرتك النهاردة، يعني هلك عضو المجلس، هل بتقومي بدورك من خلال مكتبك ولا المجلس كله بينزل وبيتفاعل بشكل مباشر مع العامل؟ خلينا نسأل برضو حضرتك سؤال تاني، هل أنتوا دوركم الإشراف والرقابة عشان تجيبوا حق العامل، ولا بتستنوا لما العامل هو اللي يشتكي لكم من صاحب العمل وتجيبوا له حقه؟ الاثنين. يعني احنا رقابة، ماشي، القوى العاملة بشغلها هي رقابة اساسا على المستثمرين والمنشآت، كويس، فهي كده كده بتغائب عليهم وتشوف ايه هي المشاكل. احنا بدغنا، احنا لسه بقول لحضرتك لسه اول اجتماع، فهنخرج بتوصيات طبعا ان هيبقى لينا مندوبين ونعرف ايه هي مشاكل العمال من خلال الاتحاد العام لنقابات العمال، نعرف مشاكل العمال تحت عشان نقدر نتواصل. يعني هل لو عامل النهاردة عنده مشكلة يقدر يلجأ بشكل مباشر الى مجلس الحكماء مباشرة ويشتكي ويشوف طلبات؟ أكيد أكيد. بتحققوا إزاي؟ عارفة نقطة التحكيم دي بتبقى مسؤولية كبيرة قوي قوي جدا. إزاي بتقدروا تحققوا وتعرفوا المشكلة فين ومين المظلوم ومين الظالم؟ ودايما العامل بيكون عنده شكاوى كتير قوي، فإزاي بتقدروا يعني تتصفوا بالعدل في التحكيم؟ وكمان القرارات، هل فعلا بتتم باتخاذها مثلا عن طريق التصويت ولا بالأغلبية ولا بتعملوا إيه؟ بصي يا ستي الكل، هو مجلس حكماء وليس بتحكيم. يعني احنا بنحاول ناخد المشكله من البذغه، من البذغه وهي في المهد، دون اللجوء الى محاكم وقضايا والمشاكل. انا قصدي بتحكيم ان انتوا لما يجي العامل لما يجي العامل يقول انه عنده مشكله مع صاحب العمل، تمام، هل انتوا حكمكم بيكون في صالح انتوا بتحلوا للعامل المشكله، تمام، مش كده؟ فبتقدروا تحكموا. احنا بنحاول نلتقي في نقطه وسط ما بين العامل وصاحب العمل، مين الحق او الحقيه في ان هو ياخد حقه.
بتوصلوا للتفاصيل الصغيره دي ازاي؟ لو انا مثلا عامل بمعنى اصح وجيت لحضرتك وقلت لك انا عندي مشكله مع صاحب العمل، حضرتك هتقدري تحكمي انا ليا حق ولا لا ازاي؟ ازاي؟ ما في شهود دي اول حاجه، دي حاجه غير كده في لائحه بتنظم العمل، هل العامل دوت قائم على تنفيذ اللائحه دي ولا لا، وهل صاحب العمل فعلا قائم هو كمان على تنفيذ اللائحه وبيديله اجره او مكافاته او كده في نفس الوقت. وفي اوراق بتبقى رسميه بالحاجات دي، اذا كان اخذ مكافاته او تغاضى او 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 كل ده بحاجات رسميه طبعا. يا استاذه ولاء، يعني برضو خليني افتح مع حضرتك ملف شائك جدا، وخليني اكون صريح ومكاشف. يعني انا اعتقد ان نسبه لا تقل من 80% من عمال مصر مش مؤمن عليهم، وشغالين في القطاع الخاص تحديدا بشكل يعني مهدد للاستقرار، ويقدر صاحب العمل يطرد العامل في اي لحظه، والعامل ملوش تامين صحي. طبعا انا مش بتكلم على تقصير من الدوله النهارده، انا بتكلم على عامل وافق ان هو يشتغل بدون تامينات، وبالاضافه الى يعني مش عايز اتهم حد بشكل مباشر، بس هقول ان جهات سمحت لصاحب العمل انه يشغل عامل غير مؤمن عليه وغير مسجل عنده بالمره تماما. ازاي النهارده يعني ممكن تحلوا الازمه ديت؟ مجلس الحكماء ايه دوره النهارده في انه يرغم صاحب العمل انه يسجل العامل بتاعه، ويوعي العامل انه يكون مسجل وله تامينات وله ملف؟ رغم ان هو ده مش هيخصنا، تمام، ده مش خاصنا، ودي من اي فتره، انا السنه اللي فاتت طلع صدر قانون تبع التضامن الاجتماعي ان مفيش عقد، يعني اي عقد يخرج من اي جهه خاصه، انا عندي شغل القرار في البيت، لازم يبقى العامل مؤمن عليه. انا مش عارفه بس العامل النهارده ده كان السنه اللي فاتت، يعني العمال بتوعنا النهارده وزاره التضامن، انا مش عارفه ده من بس النهارده العمال بتوعنا شغالين عند اصحاب العمل بدون عقود اصلا. يعني حضرتك تتفرجي على الورش مثلا، على المناطق دي الصناعيه الخاصه، ده انت كده بنتكلم عن عامل برضه، بنتكلم عن عامل برضه، العامل ده شغال بدون عقد او بدون اي حاجه، المشكله هتنصب على العامل نفسه لانه هو اللي اعتدى على نفسه بهذا. ما فيش صاحب عمل بيرضى يسجل، ما هو ده بقى اللي احنا ان شاء الله هنبدا فيه في مجلس الحكماء. بقول لحضرتك ان هو قائم على ثلاث اهرامات، تنفيذي هيدعمه رجل اعمال، من خلال الاثنين هيوفر فرص عمل للمواطنين نحترم فيها العامل او عمله او هنديله قدره في عمله. يعني محمد قصده بمعنى اصح فكره انه هل العامل لازم يكون يلتحق بمصنع هو بالتالي هيكون مؤمن عليه ويشتغل؟ بيوصل له كمان فرص العمل دي بقول لحضرتك، يعني لو واحد شغال في ورشه، لو واحد شغال في اي مكان ايا كان، ده ممكن يخلوا حضراتكم تتحركوا ناحيه جهه العمل او صاحب العمل عشان تكفلوا لي وضع مستقر وامن. بالظبط بالظبط، هو ده اللي هيقوم بيه بقى المجلس التنفيذي، لان ان شاء الله ده مجلس حكماء على مستوى المحافظه، فهو في قرار ان هو هيتدرج للاحياء والمدن والمراكز والقرى كمان، فمن خلال التايتلات اللي من تحت دي فهم هيجيبوا لنا القاع من تحت، وهننزل على الورش وهننزل على كل مكان ان شاء الله. احنا عشان برضو الفكره تكون واضحه للناس شويه، فكره الاحكام بحضراتكم ليكم حق انكم تذكروا، هي توصيات ما عايزين على سياده المحافظ بعدها. بالظبط بالظبط، يعني الموضوع احنا مش يعني الموضوع مش ملوش علاقه بالقضاء خالص، احنا بعيدا عن ده، الموضوع في اطار تابع للمحافظه. بالظبط، واللي بيصدق على هذا الحكم او القرار التوصيات المحافظ. بالظبط كده. التوصيات دي بتخرج ازاي؟ يمكن كان في جزء من خلال سؤالي لحضرتك، ازاي بتقدروا تخرجوا للتوصيات او للقرار ده؟ من خلال الساده الاعضاء، من خلال اصوات، بتصوت من خلال التصويت. طبعا طبعا اكيد. اكيد من خلال التصويت، لان بقول لك فينا ثلاث انواع من الاعضاء، سواء رجال اعمال او سواء تنفيذي، سواء يعني ثلاثه ما لهمش دعوه ببعض ولا يمكن هيتفقوا، لان الاتحاد العام للنقابات العمال دي دايما مع العمال، صب اهتمامها الاساسي العمال، المستثمرين ورجال الاعمال. عايزين مصلحه رجال الاعمال. نعم، عايزين مصلحه رجال الاعمال، عايزين مصلحه نفسهم يعني. ايوه بالظبط، في تضارب في المصالح يعني. تمام تمام. الهيكل الثالث التنفيذي، فاحنا يعني دي نقطه تعاون مشترك، مشاركه مجتمعيه. والله جميل. المجلس ده لو فعلا اشتغل بجديه هيبقى نقطه انطلاق لمصر من جوه، والمواطن فعلا هو اللي هيحس بيها. جميل. يعني هيوفر فرص عمل، هيكفله فرصه عمل يعني تليق بيه، تحترم العامل،
صاحب العمل نفسه هيحس بتطوير او توفروا فرص عمل في القطاع الخاص ولا في الحكومه؟ لا خاص خاص. حلو قوي ان احنا نفتح المجال داخل القطاع الخاص وما بقاش بس مقتصر على الحكومه ان احنا يقول لك الحكومه فيها استقرار وامان، ولكن اخلي فكره وجود برضه يا محمد القطاع الخاص ليها مصلحه. دلوقتي بيكفلوا يا جماعه القوى العامله، القوى العامله والتضامن الاجتماعي الاثنين بيكفلوا، يعني سؤالي لحضرتك العقود كلها لازم تبقى تحت رعايتهم. ما هو سؤالك يعني اللي فات كان مرتبط بنفس اللي النهارده اسراء بتقوله. النهارده كل ما اكلم واحد يقول عايز اشتغل في الحكومه عشان الحكومه اكثر استقرارا، انما عشان يشتغل في القطاع الخاص لازم توفر له استقرار. الاستقرار ده بصراحه في القطاع الخاص مش متوفر، معلوم يعني. النهارده صاحب العمل متجبر، عاجبك تشتغل ولا مش عاجبك؟ مش عاجبك اجيب مكانك 10 بسعر اقل، مش هامن عليك وهتشتغل، عاجبك ولا مش عاجبك؟ بكره مولد النبي واجازه الاسراء والمعراج عشان الاسراء معانا طبعا، وبكره عندنا وقفه عيد الفطر، وبكره عندنا وقفه عيد الاضحى، وبرضه هتشتغل، عاجبك ولا مش عاجبك؟ مفيش حاجه اسمها عيان، اليوم اللي انت كنت عيان فيه اتخصم عليك، عاجبك ولا مش عاجبك؟ عاجبك ولا اجيب غيرك؟ ده بقى الحوار بين القطاع الخاص وبين قطاع العمال. عايزين نخلص من الموضوع ده يعني للابد، وبصراحه لا يمكن التعويل على الضمير. عشان كده انا بختلف مع حضرتك كل الاختلاف، يعني حضرتك لك مطلق الحريه طبعا. ثانيه واحده بس، مع اجتماعي مع وكيل وزاره القوى العامله في فرص عمل كتير جدا. مش بتكلم عن فرص عمل، انا بتكلم عن طبيعه العلاقه بين يعني القطاع الخاص. في فرص عمل كتير جدا للشباب في القطاع الخاص، وسياده وكلاء الوزاره بتاع القوى العامله يعني بيوفروا كمان، بيعملوا لهم مؤتمر عام ويجيبوا لهم مندوبين عن الشركات الخاصه دي، وبيبقى مهرجان كبير، وتعالوا يا شباب قدموا. صحيح. ولو فيكوا فعلا كده. لكن انا مش بتكلم يعني على عدم وجود. مفيش حد من الشباب بيروح. مفيش من الشباب بيروح. انا مصدق حضرتك. في فرص شباب. على الكسل. وبدايه الراتب 1200 جنيه و1500، يا اولاد طب روحوا قدموا شوفوا الدنيا فيها. لا بس يعني احنا ما ينفعش نقول ان هم كسلوا. في يا فندم. لا احد على التكاسل. في لما مامته تجيب له كارت التليفون وبابا يديله يجيب له سجاير. في ناس بتتمنى ان الناس تشتغل. في 1200 نعمل بيهم ايه؟ انت لسه شاب يا فندم. في فرص عمل ولكن مش مستقره، يعني ما زال لحد النهارده في بعض المصانع. بقول لحضرتك بتكفلها القوى العامله، دي هي اللي بتعمل المؤتمرات دي والمنتديات دي علشان فرص العمل. دي مش كل فرص العمل يا فندم، يعني القطاع الخاص النهارده، القطاع الخاص انا بتكلم عن القطاع الخاص مش المؤسسات الكبيره، المؤسسات الكبيره يمكن مضطره انها تلتزم بالقوانين والقواعد عشان تاخد تراخيصها وتمشي، يعني حالها يمشي، انما انا بتكلم على الصناعات المتوسطه والصغيره، الورش الصغيره ديت، دي العامل فيها احيانا بيكون مهدور حقه، يعني انا مش عايز اشوف المشهد ده عشان ندفع دفعا برضو الشباب ان هو يبقى عنده ثقه اكتر في خد يعني معركه العمل في القطاع الخاص. انا عايز امن النهارده يعني العامل بتاعي، انا عايز امنه. فالنهارده ازاي ممكن يكون مجلس الحكماء قراراته وتوصياته ملزمه للقطاع الخاص تحديدا في ضمان حقوق العامل، عشان نطمن حتى قطاع جديد من الشباب انه يشتغل في القطاع الخاص ويتجوز وهو في القطاع الخاص ومش خايف انه يطرد ويخلف، ويبقى مش خايف على رزق ولاده وعلى التزاماته الماديه وهو في القطاع الخاص. هكرر برضه اقول لك احنا معانا تنفيذيين، ايه اللي يخليه يروح ورشه مش تبع القوى العامله؟ بقول لك في منتديات بتتعمل على مستوى كل قطاع او كل مدينه، لسه الاسبوع اللي فات كان في مدينه كرداسه. يعني كل اللي تقدم ليه الشباب حوالي كام مش عارفه 150 شاب، على كام شركة جايبينها؟ أكتر من 200 شركة جايبينها، وأكتر من كام فرصة عمل؟ يعني برضو حد كبير. يعني ليه 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 كل ده؟ وما دي الكغداسة مش قليلة، في حاجة. الحاجة التانية، ليه ما بتقدموش للقوى العاملة نفسها؟ مكاتب القوى العاملة في كل قرية وفي كل مدينة، ليه بيروحوا انا نفسي نسيب العقده بتاعتنا ان احنا نحط كل مشاكلنا على عقده ان الحكومه ما بتشتغلش، الموظفين مش شغالين، مش عارفه ايه. يا جماعه طب ليه المشكله في ان العامل دوت مكسل يروح مكتب القوى العامله؟ طب تعالي نقسم البلد بالنص. تعالي استاذنك نقسم البلد بالنص عشان الناس اللي بتتفرج علينا الساده المشاهدين ما حدش يزعل مننا، احنا بنتكلم بلسانهم. احنا بنقول ان حضراتكم مش مكسلين، وان فعلا في شباب كتير جدا مستعدين ان هم يشتغلوا. في ناس ظلمانه شويه بتقول ان احنا عايزين نقعد على الكراسي ونشتغل مدير مجلس اداره على طول. على طول. اكبر دليل على ده العكس، انه في سواقين تاكسي وهم على راسنا من فوق بيبقوا تعليم عالي، وناس شغالين في محطات بنزين وبرده تعليم عالي ومعاهم شهادات كبيره.
خلينا نقسم البلد بالنص ونقول ان في ناس بتبقى قاعده في البيت مش عارفه ان فعلا في فرصه عمل. يعني حضراتكم بتعلنوا عن الفرص دي ازاي؟ بتعرفوا الناس ازاي ان في فرصه عمل؟ يا جماعه تعالوا اتفضلوا اتقدموا لهذه الفرصه. انا بقول لك مكاتب القوى العامله موجوده، بس في المكاتب القوى العامله اهو من خلالكم، مع ان انا مش شغاله في القوى العامله خالص. مكاتب القوى العامله في كل مدينه ليكوا او كل مركز او كل حي توجهوا اليها وقدموا اوراقكم. تمام، دي حاجه. هم هيبداوا يقولوا لكم الاماكن. لكن مفيش مثلا اعلان على الانترنت؟ ما انا لسه هقول لك اهو. تاني حاجه، في منتديات بتتعمل حوالي شهريا، تمام، في كل مدينه وكل حي من خلال مكتب القوى العامله بيجيبوا لهم مندوبين عن الشركات نفسها بالوظائف المتاحه في الشركه او بالمرتب كذا، بي 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 كل ده، وبيعلنوا عنها الاعلان الكامل لان بيبقى تحت رعايه سواء نائب او رجل اعمال من المنطقه، فبيعمل الدعايه الكامله ليها في المنطقه نفسها. دي تاني حاجة. تالت حاجة، ان شاء الله مجلس الحكماء هيبقى له بوابة خاصة ونشوف كل المشاكل، يبقى برضو اعلان عن وفي جريدة رسمية كمان. انا نفسي يبقى في اعلان عن هذه الوظائف في جريدة رسمية. خلينا استاذنك ناخد اتصال من استاذ عادل من الجيزة. اهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بيك استاذ عادل. ممكن اشترك معاكم في الحلقة؟ اتفضل يا فندم. حضرتك الضيفه العزيزه عماله تتكلم ان في فرص عمل في القوى العامله ولازم نروح نقدم ولازم نروح نعمل، هي مش موجوده في مصر عندنا ولا ايه؟ لا يا فندم، مع احترامنا الشديد لضيوفنا طبعا. مع احترامنا الشديد لضيوفنا طبعا، هي في فرص عمل يا فندم. احنا وضحنا حضرتك اللي مش متابع سواء في الصحف او الجرايد او في مكتب القوى العامله نفسها. اديني فرصه انا اتكلم. طيب بعدين اتفضل يا استاذ عادل، اتفضل سامعيني. هو حضرتك بس يعني احنا الشباب بتاعنا كله كل يوم في حته شكل، وكل يوم بيتقال ان نروح نقدم في الحته الفلانيه، بنروح نقدم وبنروح نقدم في القوى العامله وبنروح نقدم هنا. هي اصلا ما فيش حاجه اسمها قوى عامله اصلا موجود. القوى العامله اصلا ما بتقبلش حد ولا بتروح ولا حد بيروح لها. لما بتروح هناك بيقول لك الشغل فين؟ ما عندناش شغل. انا بتكلم عن الشغل الخاص يا فندم، مش شغل حكومه. انتوا حضرتك بتقول لك انت دلوقتي بتقول احنا بنروح نقدم، ده شغل الحكومه اللي بينزل على البوابات الالكترونيه. بنقدم عشان الوظائف اللي هي القطاع الخاص والحاجات دي كلها. ولما نروح في القطاع الخاص، القطاع الخاص بيموتنا اصلا. هو القطاع الخاص معانا؟ القطاع الخاص مش معانا، القطاع الخاص مع نفسه بس. مفيش قانون بيحمي الموظف اللي شغال في القطاع الخاص، القانون بيحمي المستثمر بس. احنا لسه كنا يا استاذ عادل بنقول كده والله. لو حضرتك طب ممكن يا استاذ عادل تدخلنا الضوء بس على سلبيه من السلبيات اللي انت واجهتها لما رحت تقدم في شغلك في القطاع الخاص. عشان يعني الاستاذه ولاء معانا وهي هي هتجاوبك على ده. المجلس ده مجلس محترم جدا وهدفه ان هو يحل لك مشكلتك. يعني هل عندك سلبيه لمستها في التعامل مع القطاع الخاص؟ انا بقى من فوق انا ما بتكلمش في اي حاجه. وعلى فكره يعني احنا بنتمنى ان البلد تبقى احسن من كده كتير. اكيد كلنا بنتكلم للصالح. كلنا عايزين نتعاون عشان نرتقي بيها من جوه زي ما تغفى راسها قدام الجميع بره. اكيد. احنا بنشكرك شكرا جزيلا. الشباب طب هو فين الشباب؟ والله لسه كنا بنقول عايزين ندي فرصه. والله هم اخواتنا واولادنا وكل حاجه، واحنا نفسنا نبقى معاهم في كل شيء. بنشكرك شكرا جزيلا يا استاذ عادل. واي حد من مشاهدينا شرفنا رايكم على راسنا من فوق، وبنحترم حضراتكم جدا، ولكن اسمحوا لي برضو لازم نحترم جدا جدا ضيوفنا ونديهم كل الاحترام والتقدير. عشان كده استاذه ولاء احنا يعني بنقر وبنعترف بدوركم. ويمكن انا لسه كنت بقول عشان ما حدش يزعل مننا، انا كان قلبي حاسس ان حد هيزعل مننا، ولكن وضحي النقطة. احيانا الشباب ليكي حق الرد طبعا، لكن حضرتك ليكي حق الرد طبعا. يمكن هو المنطقة عنده، هو بيقول احنا بنقدم في بيقولوا نقدم فبنروح نقدم، دي حاجات حكومية بتنزل على البوابات الإلكترونية. انا ما بتكلمش عليها، انا مش دعوة بالحكومة خالص ذاتي ولا وظائف حكومية، بنتكلم على وظائف القطاعات الخاص. شركات كتير جدا في 6 اكتوبر محتاجه عمال صحيح وموظفين صحيح كتير. صحيح صحيح. يعني لكن ايه رايك حضرتك في لو شاب مثلا راح يقدم في شركه النهارده وقالوا له انت كويس قوي وهنشغلك معانا، بس مبدئيا تنازل عن الزياده السنويه، انت يعني هتاخد مثلا 1200 جنيه، ال 1200 جنيه دول ما تتكلمش في زياده قبل 5-6 سنين، ما تتكلمش في اجازات، وبعد اذنك مضينا على استماره 6 قبل ما تستلم التعيين. لا دي مش بتاعتي انا، دي بتاعت القوى العامله والتضامن الاجتماعي. انا عارف بس حضرتك على مجلس الحكماء، يعني حضرتك جوه المجلس. بعد ما هو يمضي انا هقدر احلله ازاي؟
هو اغتضب كده. المفروض هو ما يرضيش، ما يرضاش. طيب نقطة أخيرة عشان برضو الشباب ما يكونوش زعلانين ونحاول نوصل صوتهم. ما بيعملوش المشكلة ويجوا بعد كده. والله هم مش عارفة، هم يعني خلينا جهة محايدة، هم ما بيعملوش على قد ما هم كمان بيبقوا مستنيين إن صاحب العمل يعمل لهم برضو. فكرة الخبرة يعني صاحب العمل برضو يعني كل واحد بيدور على مصلحته. احنا عشان وقتنا انتهى استأذنك تجاوبينا بسرعة على فكرة إن الخبرة في بعض المؤسسات الحكومية بتطلب خبرة 5 سنين وبيبقى الشاب لسه متخرج، هل النقطة دي هنتفاداها في القطاع الخاص؟ يعني مش لازم تبقى خبرة لسنوات طويلة وممكن نبتدي احنا اللي ندرب ونعلم ولا لا؟ لا دي ممكن انا احطها في بالي وممكن نعملها ضمن توصيات مجلس الحكماء ان شاء الله. احنا بنشكركم شكرا جزيلا على مجهوداتكم جدا وعلى الفريق العمل الجميل والقناه الرائعه دي اللي هي بديل الاعلام الخاص المسيد. شكرا جزيلا الاستاذه ولاء مكاوي عضو مجلس حكماء محافظه الجيزه، شكرا جزيلا ليكي نورتينا. انا مش عايزه حد يبقى زعلان، واي حد ما عندوش فرصه للعمل ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيرزقه، رزقكم موجود عند ربكم، فكونوا مطمئنين وامنين، ولكن طبعا مع السعي. وهنكمل مع حضراتكم طبعا المشوار تابع دور مجلس الحكماء في الحلقات اللي جاية. لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا الحوارية، هنروح لفاصل ونرجع مرة تانية بعد الفاصل، انتظرونا.